في سلسلة تقاريرنا عن الانتخابات التركية نتعرف اليوم على حزب الحركة القومية وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية. ومن أبرز الوعود التي أطلقها الحزب خلال حملاته الانتخابية رفضه عملية السلام والمصالحة مع الأكراد ومعارضته للنظام الرئاسي الذي يدعو إليه حزب العدالة والتنمية الحاكم. في المشهد السياسي التركي يعتبر حزب الحركة القومية ثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية. يوصف الحزب بأنه يميني متشدد، أسس مبادئه على فكرة الهوية القومية التركية. في برنامجه الانتخابي أعلن رئيس الحزب دولة بهتشلي معارضته الشديدة لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني، واعتبرها نوعا من خضوع الدولة واستسلامها أمام ما أسماه الإرهاب. وتشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية تحقيق الحزب نسبة أصوات قد تصل إلى 18% بعد تقديمه وعودا اقتصادية وصفت بالواقعية ورفضه للنظام الرئاسي الذي يسعى حزب العدالة والتنمية إلى تبنيه في المرحلة المقبلة.